أعزائنا المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. في العيد تتصافى النفوس، في العيد تسمو النفوس، في العيد تكمل الفرحة لكل أطفال العالم، لكل رجالات العالم. نقول لهم بهذه المناسبة كل سنة وأنتم طيبين، وعيد سعيد علينا وعليكم، وعيدكم مبارك إن شاء الله. الآن مع أولى فقرات هذا البرنامج. خالد، نقول لك كل عام أنتم بخير بمناسبة هذا العيد السعيد. نقول كل سنة وأنتم طيبين، والشعب السعودي النبيل بكل صحة وسلامة وطيب إن شاء الله. إن شاء الله. أخوي خالد، كيف استقبلت العيد في أول أيام؟ العيد هذه السنة له ميزة خاصة عن كل السنوات بسبب التخفيضات الهائلة التي أولاها لنا خادم الحرمين الشريفين للشعب السعودي الكريم بالتخفيضات كالمحروقات وكالتليفون والتأشيرات كالخروج والعودة وكالمواني، وهذا إن دل شيء فإنما يدل على القيادة ووعيها أو حبها لمواطنيها والتماسهم لما يجري فيها. والعيد كله خير بمناسبة زيارة الأخوة بعضهم لبعض، وخاصة في أيام العيد بنزور الأقرباء والأصدقاء ويكون متلاقي لهم بعد فترة من الزمن تجدد فيها اللقاء وتجدد فيها المودة والمحبة، وهذا كله ما لأنه كل ما في العيد خير وبركة. خالد، لو سألتك العيد في الماضي كيف هو وكيف أصبح الآن، وماذا تتوقع للعيد في المستقبل؟ العيد في الماضي كان له ميزة وفي الوقت الحالي له ميزة. في الوقت الماضي كان ميزات أنه هناك عرضات نجدية تقام وفيها يجتمعون الأهالي والقبائل من كل أنواع، فيعرضون بالعرضات بالسيوف ويجتمعون الشعراء ويلقون بعض القصائد الشعرية ويحضر كل واحد بما لديه
من طعام أو كذا، ويأخذون في الليل السهر على بعض الأناشيد وبعض القصائد. فمن هنا كان له والارتباط الأسري، يعني كان مهما كان عند الواحد لابد يكون مجتمعين. ولكن ميزة في الأيام الحاضرة أن أصبحت مشاغل الحياة تتطلب لا يستطيع أن يترك الواحد شغله إلا إذا كان ليس له ارتباطات رسمية أو مواعيد، لأنه أصبحت متطلبات الحياة تتطلب أن يكون هناك في مواعيد وفي اتصالات وفي، فقد تشغل بعض الشيء. ثانيا أنه الآن بعض صعوبة بعض الانتقال من القرى إلى المدن، أصبحت هذه فر يعني قللت من اجتماع بعضهم البعض فيما كان سابقا. لكن ميزة الآن أن أصبحت الاتصالات الهاتفية ميسرة، فممكن الواحد يتعرف على صديقه وعلى أخباره بأسرع الوقت. قبل أن نختتم هذا الحوار وهذا اللقاء بنقول لك كل سنة وانت طيب، وعيد سعيد علينا وعليكم إن شاء الله وعلى جميع أخواننا المسلمين في بقاع الأرض. أقول لكم كل سنة وأنت طيب، وتقدم بالتهنئة إلى والدنا المحبوب خادم الحرمين الشريفين وإلى ولي عهده وإلى الأسرة الكريمة وإلى الشعب السعودي النبيل الوفي. يا ليلة العيد والآمال مشرقة، كم في دجاك تجلى موكب السمر. أحبة اللقاء، أهلا بكم في هذا اللقاء. في هذه الدقائق يسرنا مشاهدينا الأعزاء أن نستضيف الشيخ محمد بن سعد المعبي المأذون الشرعي في مدينة جدة. الشيخ محمد، نرحب بك في هذا اللقاء. مرحبا، أهلا وسهلا، وكل عام وأنتم بخير، وعيد سعيد إن شاء الله للجميع. شيخ محمد، نود أن نعطي المشاهد الكريم فكرة مختصرة وموجزة عن العيد في الماضي والعيد في الحاضر، وكيف أصبح العيد في الحاضر الآن؟ الحقيقة العيد هو عبارة عن روابط اجتماعية صادقة بين أفراد المجتمع، يتبادلون فيها بصدق وبمحبة التهاني. وكان طبعا في السابق تبادل الزيارات بين الأهل والأقارب والجيران، وكان في نوع من الألفة والمحبة والتقارب، يعني شيء احنا حضرناه خاصة في المنطقة الآن اللي احنا بنسجل فيها، هذه محلة الشام، وكنا مثلا في مع بعضنا نتزاور في كل بيت من بيوت الحارة، ثم بعد ذلك ممكن إذا كان لنا أصحاب في حارة اليمن أو في حارة المظلوم أو في حارة البحر نذهب أيضا لزيارتهم، أو في الرويس أو في الهنداوية أو في أي مكان، وهم في نفس الوقت كذلك يأتون لزيارتنا، وكان في نوع من التقارب ونوع من التأخي. أما الآن للأسف الشديد كل هذه المظاهر للأسف غير موجودة، خاصة مع توسع العمران. نعم، أبرز السمات التي تتميز بها منطقة جدة في العيد من ناحية التقاليد، من ناحية العادات، من ناحية المأكولات الشعبية في أيام العيد؟ طبعا من ناحية التقاليد والعادات، يعني قلت لك هي أنه على أساس كانوا، وكان في عيد عندنا هنا في حارة الشام، وكان عيد في حارة المظلوم بجوار مدرسة الفلاح، وكنا دائما نجتمع مع بعض، وكانت أيام تمر وكأنها ليلة واحدة، يعني أيام كلها فرح وسرور واطمئنان، ونتبادل فيها التهاني والزيارات. أما الآن طبعا فقد تغير الحال، خاصة بعد أن توسع هذا العمران، التوسع في العمران. أما من ناحية زي ما تفضلت نوعيات الأكل وكذا، هي موضوع الدبيازة، موضوع الأشياء كثيرة كانت موجودة الآن، وممكن بتعمل في بعض البيوتات، ولكن ماذا ينفع الأكل
إذا كان للأسف الزيارات غير متوفرة. يعني حتى الآن اللقاء يعني لم يتوفر، ومع ذلك حتى بالتليفون أصبحت نادرا عندما تتصل بشخص زميل لك أو صديق يقول لك نايم ما هو موجود. يعني حالة أصبحت للأسف الشديد صعبة، ولا يستطيع الإنسان أن يعبر فيها أكثر من ذلك. شكرا لك في نهاية هذا اللقاء. يا سيدي كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله للجميع الصحة والسعادة والعافية والقبول إن شاء الله. أعزائنا المشاهدين، العيد هو هذه الفرحة التي ترتسم على جبين هؤلاء الأطفال. العيد هو الفرحة التي يعيشها أطفال هذا الوطن وجميع أطفال العالم الإسلامي. وبمناسبة هذه الأيام المباركة يسرنا أن نسجل هذا اللقاء مع مجموعة من أطفال هذا الوطن المعطاء، المملكة العربية السعودية. سماح، سنة كم يا سماح؟ تمهيدي. تمهيدي، طيب إيش تقولي في العيد؟ أنا؟ قولي. كل سنة وانتو طيبين، عيد سعيد. أهني بابا الملك فهد، وهني بابا عبد الله، وهني بابا سلطان، عيد سعيد. كل سنة وانتو طيبين. شاطرة يا سماح. يا سماح انت قلتي لي سنة تمهيدي، تحفظي اناشيد زي ايش؟ طلع البدر. ممكن نسمعها؟ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا إلا هدى. كل سنة وانتم طيبين. انت بخير. ايش اسمك؟ عبد الله متى بالحربي. كيف حالك يا عبد الله؟ الحمد لله بخير. سنة كم؟ سنة سادسة. سنة سادسة. ايش يعني لك العيد؟ فرحة وبهجة للمسلمين. يعني القارب يتجمع فيه يكون فرحة اليوم. نعم. ايش اسمك يا شاطر؟ عصام عاشور خلاف. يا عصام، انت طبعا جيت هنا للملاهي، جيت مع بابا؟ لا مع امي. يعني انت والاب ها؟ طيب انا اذا قلت لك كل سنه وانت طيب، انت ايش تقول؟ وانت طيب. كنت صايم في رمضان؟ انت الحمد لله. ها؟ صمت 30 يوم؟ الحمد لله. اقول لك سنه كم انت؟ سادس. سنه سادس؟ وكيف الدراسه معك؟ الحمد لله. الحمد لله طيبة. طيب أنا لو قلت لك تقدم أنت بطاقة تهنئة بالعيد، لمين تقول هذه البطاقة؟ وإيش تقول فيها؟ لخادم حرمين الشريفين، وأقول له كل عام وأنت بخير. ومين كمان؟ وسمو الأمير عبد الله ولي العهد. نعم. تقول لي بابا وماما كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله؟ إن شاء الله. ها؟ طيب إن شاء الله في العيد فين راح تروح؟ في العيد لا حنروح شليات نقعد هناك أسبوع ونصيد أسماك ونسبح ونلعب أشياء كثيرة. تلعب أشياء كثيرة. تحب البحر؟ نعم. تغوص في البحر ولا؟ أيوة غوص. ها؟ نعم. طيب إحنا نقول لك كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب. برضو نرجع لك أنت، نقول لك يعني نبغى منك بطاقة تهنئة بالعيد هذا، إيش تقول فيها؟ أقول فيها كل عام وأنت بخير. أوجه بهذه التهنئة خادم الحرمين الشريفين ولي العهد على كل ما قاموا في هذا الوطن الحبيب. ممكن نتعرف عليك، إيش اسمك؟ وسام. سامح. وسام. وسام، كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب. يا وسام، أنت طبعًا جيت هنا للملاهي مع بابا. إيوه. تحب الملاهي؟ إيوه. إيش تقول لزملائك في الفصل؟ كل سنة وأنت طيبين. وإيش كمان؟ وعيد سعيد. وعيد سعيد. إن شاء الله كل سنة وأنت طيب يا وسام. نتعرف عليك.
طيب. عمر محمد سالم بكر بعامر. عمر كل سنة أنت طيب. أنت طيب. عمر أنت طبعا صمت رمضان. أيوة الحمد لله. كامل. أيوة. متأكد؟ أيوة. ها؟ طيب مبروك عليك صيام رمضان. إيش تقول لأصحابك في المدرسة؟ أقول لكل أطفال العالم كل سنة وكل عام أنتوا طيبين. وعيد سعيد. نتعرف عليه؟ أيمن صالح لا في الغامدي. يا أيمن كل سنة أنت طيب؟ أنت طيب. أيمن بدي أقول لك إنك تقول بطاقة معايدة لأصحابك في المدرسة، إيش تقول فيها؟ كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد إن شاء الله. نتعرف عليك؟ رجان محمد سالم بكر بعامر. كيف حالك أنت اليوم؟ طيبة. ها؟ طيبة. طيب نقول كل سنة وأنتم طيبين، إيش تقولي؟ كل سنة وأنتم طيبين، عيد سعيد. عيد سعيد، أهني بابا الملك فهد، وأهني بابا عبد الله، وأهني بابا سلطان، عيد سعيد. تعالي في الكاميرا عشان بابا وماما يشوفوكي. ايش اسمك؟ بسمة عاشور خلاف. يا بسمة كل سنة وانت طيبة. وانت طيب. ايش تقولي لصاحباتك في الفصل؟ اقول لهم كل عام وانت بخير وعيد سعيد. ايوه. واقول لبابا فهد كل عام وانت بخير، واقول لهم ابويا كل عام وانت بخير، كل عام وانت بخير عيد سعيد. طيب انت تحبي الالعاب؟ ايوه. ايه اكثر الالعاب هذه ولا العاب ثانية؟ لا يعني العاب كده تكون زي يعني حق زي حقت الكبار كده. يعني تحبي دائما الألعاب اللي كبيرة ما تخافي منها؟ لا ما أخاف. عادي. عادي. طيب أنت قبل ما تيجي هنا طبعا كنت في البيت عندك الألعاب كثيرة؟ لا مو يعني أيوة أنا عندي كثير لكن يعني مو مرة. طيب إن شاء الله لما تكبري إيش حتصيري؟ دكتورة. دكتورة؟ دكتورة أطفال. دكتورة أطفال؟ كويس إن شاء الله ربنا يحقق لك هذه الأمنية ونقول لك كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيب. إيش اسمك الشاطر؟ فادي. يا فادي كل سنة وأنت طيب. طيب. فادي انت تروح المدرسة؟ ايوه. سنة كم؟ سنة تمهيدي. تمهيدي؟ طيب عندك انشودة؟ ايش هي؟ ما اعرفها. نسيتها؟ في العطلة نسيت الانشودة هذه؟ ها؟ ايوه. طيب احنا نقول لك كل سنة وانت طيب. وانت طيب. وقول لي بابا وماما كل سنة وانتم طيبين. ايوه. هاي قول لهم. كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب يا بابا. أعزائنا المشاهدين الكرام، العيد هو الفرحة التي تمر بالصدر وتسكن بالقلب وتتوسد الخاطر. في العيد كل الألسن تقول كل عام وأنتم بخير. وضمن جولة البرنامج في هذه الدقائق يسرنا أن نسجل هذا اللقاء مع الأخ كمال بن حسن المهدي. أخ كمال نقول لك كل عام وأنتم بخير بمناسبة هذا العيد الصعيد. وأنت بخير وكل عام وخير على جميع الشعب السعودي الكريم، وأقدم لك المعايدة المسبقة الآن. أخ كمال أنت صاحب محل يعني بيع الأشمغة والغتر، وهذا يدل على الزي السعودي الأصيل وعلى التراث الأصيل. لو سألتك يعني منذ متى وأنت تمارس هذه المهنة؟ الحقيقة ممارسة هذه المهنة قديمة، والوالد طال الله في عمره هو الذي بدأ في هذا العمل، ووالده كذلك، عرفت كيف؟ فحنا الآن نمارس هذا العمل استمرارا ممارسة الوالد طال الله في عمره، وأداء للعمل في باستمرارية دائمة. نعم. لو سألتك أخ كمال عن ماذا يعني لك العيد؟ العيد حقيقة فرحة كبيرة للجميع، وفرحة وبهجة أتصور يعني ما في أحلى من شيء اسمه عيد.
يعني العيد في نظري الخاص هو فرحة، وخاصة هو نهاية شهر رمضان، والإنسان صايم في هذا الشهر، ودائما هذا الشهر هو شهر البركة وشهر الدعاء والصلاة وما أشبه ذلك. فخروجه من هذا الشهر إلى شهر الفطر أو عيد الفطر، خلنا نقول عيد الفطر السعيد، هو فرحة غامرة للجميع، وشعوري الخاص سعيد جدا، ويعني هذا شعوري الخاص. أخ كمال، خلينا نرجع كده للوراء قليلا، يعني قبل 10 سنوات أو 15 سنة، كيف كان العيد وكيف كانت عيدية العيد؟ الحقيقة العيد كان قبل 15 سنة كنت أتصور، يعني أنا كان ذاك الوقت عمري يمكن في حدود خلينا نقول 12 سنة أو 13 سنة. حقيقة كان العيد فيه نوع من البساطة بالدرجة الأولى، وكانت العيدية يعني خاصة ركزت على العيدية، لأن العيدية كانت لها بهجة خاصة مهما كان مقدارها، كنا نسعد بأي شيء يجينا من أهلنا. والآن بطبيعة الحال أنا أتكلم عن الماضي، والحاضر بطبيعة الحال لا زالت هذه العادات متوارثة، وعاداتنا هذه أصيلة حقيقة ولا زالت متوارثة. وبالنسبة للعيدية في الوقت الحالي أنا شخصيا أقوم فيها حقيقة وأمارسها على أساس أنه ألمس حقيقة مدى فرحتها على, 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 على الأطفال وعلى الجميع، لأنها تمثل فرحة في هذا الفترة، لأنها مناسبة تعتبر حقيقة. نعم أخ كمال، أكبر عيدية متى كانت وقيمتها كيف؟ الحقيقة أكبر عيدية لي أنا شخصيا، نعم، وأنت بالصغر طبعا. وأنا بالصغر والله ما يعني كنت أتذكر، يعني كان يمكن كذا 5 ريال 10 ريال، يعني هذا الحدود اللي كانت تقنعك. الخمسة ريال كانت مثل 500 ريال الآن. دحين أنت لو مثلا قدمت لابنك 5 ريال اقتنع؟ الحقيقة الوقت الحالي طبعا الأمور تغيرت وزمننا تغير، والطفل الآن غير الطفل الأول، يعني كل سنة عنا في تقدم، كل سنة تقدم وخاصة في بلادنا الحبيبة. ما زلنا أعزائنا المشاهدين نسجل هذه الفرحة، فرحة العيد السعيد، ونقول لكل المواطنين ولكل الناس كل سنة وإنتوا طيبين. ممكن نتعرف عليك؟ أحمد محمد الشمراني، موظف الخطوط السعودية. الأخ سعيد محمد باشمان. أخ نقول لك كل سنة وإنتوا طيب. كل سنة وانت طيب. ونبغى نعرف انطباعك في العيد وشعورك في العيد هذا. والله لا شك أن العيد مناسبة عزيزة على النفس تتكرر موسميا، وفي خلال العيد يكثر التواصل بين الأهل والأقارب والأحبة، وهي مناسبة أيضا يتذكر فيها المرء، أي مرء كان، كل الأشياء سواء الإيجابيات أو السلبيات. والله العيد مناسبة سعيدة، تختيمة لشهر كريم بمناسبة شهر رمضان المبارك. نسأل الله أن يعود علينا وعليكم وعلى أمة محمد وعلى الأسرة المالكة الحاكمة بالخير والبركات. اللهم أمين. أخ سعيد، أبغى أعرف انطباعك عن العيد في الماضي، العيد في الحاضر. والله في فرق. والله في فرق، والحمد لله العيد أول يعني على طريقة مبسطة، كان أكثر شيء عندنا العيد الروس هذا والفلاح. إن الآن ما شاء الله شوف هذه الملاهي وهذه الشيء اللي لسه ما كان يتصور الإنسان يعني أن يرى هذا الشيء صراحة، ونحمد الله ونشكره على نعمه. نعم أخ سعيد، في الماضي كان الواحد يلعب بالمرجحة وكان يعني يتبارو على المداد، إيش هو المداد؟ المداد هذه الكبيرة، المدريحة الكبيرة، كان في بيت غراب، أنا في الوقت اللي أنا لحقته كان بيت غراب في العيد الروس عندنا، يسووها حمزة غراب وعم علي غراب، يسووها مدريها كبيرة عمود قد عمود الكهرباء هذا بس على خشب المتين، اللي كان يستخدموا الهاتف أول، فكان يعني اللي هو المداد اللي يجيبه على شيء فيه يعني. أعزائنا المشاهدين الكرام، على مدى نصف ساعة سعدنا بلقائكم في فقرات هذا البرنامج مظاهر العيد. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا وأن نقول كل عام وأنتم بخير. أمي العايدين، أمي العايدين، أمي الفايزين، أمي الفايزين، إن شاء الله حفل العايدين، حفل العايدين.
أحباب 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 أخوان 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 أحباب 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 أخوان 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 جايين يهنوا فرحانين